السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن شابتر لذيذ يعتبر من أسهل الشباتر في البورد كلها، وهو شابتر الجيرياتريكس. الجيرياتريك مسماه معناه إن أي حالة مرضية بتحدث لكبار السن يقال عليها تبع الجيرياتريكس. إحنا هنتكلم عن جزء معين في الجيرياتريكس، وهو جزء فارما شوية جميل ولكن محتاج فهم قبل ما يكون محتاج حفظ، وهو اليورينري انكونتيننس اللي احنا بنقول عليها بالعربي سلس البول. اليورينري انكونتيننس ليه انواع كتيره، وكل نوع فيهم ليه ميكانيزم معين بسببه بيحصل، وفي نفس الوقت عشان انا بقول لكم ان هو لازم يبقى فيه فهم اكتر من الحفظ، عشان اليورينري انكونتيننس في انواع منه بتبقى علاجها سبب لنوع تاني، يعني نوع بيبقى العلاج بتاعه انتي كولينرجيك. الانتي كولينرجيك ده ممكن يبقى سبب لنوع تاني من انواع اليورين انكونتيننس، فعشان كده الموضوع محتاج تركيز شوية، ولو فهمناه صدقوني مش هتحتاجوا حتى تبصوا فيه اثناء المراجعة تاني. الموضوع سهل جدا، وانا بصراحة عشان فهمته من الدكاترة اللي فهموها لي يعني، فبصراحة من ساعتها انا ما نسيتهوش تاني، وفعلا مش محتاج حتى ان انا اقراه عشان افهم هو بيتكلم عن ايه او عشان اتذكر حتى ايه اللي كان بيتقال. الموضوع ببساطة، قبل ما نبدأ ونقول ايه هو اليورينري انكونتيننس وبيحصل ازاي، لازم نعرف الاول اليورينري بلادر والميكانيزم والفسيولوجية بتاعة خروج البول من الجسم بيحصل ازاي. الموضوع ببساطة ان احنا كلنا عارفين ان اليورينري بلادر ده يعتبر هو الستور بتاع اليورين، هو المخزن اللي بيتخزن فيه اليورين بتاعنا. المخزن ده بيحدث فيه تو ستيجز بيؤدوا الى خروج البول بعد كده. التو ستيجز دول، الستيج الاولاني اسمه الفيلينج ستيج، والستيج التاني اسمه الامتاينج ستيج. طبعا ما بيحصلوش مع بعض، واحد بيحصل فيهم وبالتتابع التاني بيحصل بعده. اللي بياخد مدة أطول واللي بيقعد معانا طول اليوم هو الفيلينج ستيج. الامتاينج ستيج بيحدث في فترات صغيرة طول اليوم وبيحدث في وقت صغير. ايه الفرق بين الاتنين، وايه هي الريسبتورز اللي بتتحكم في كل ستيج من دول؟ اقدر اقول لكم قبل ما نبدأ في الموضوع ان احنا هنتكلم، هتلاقوا الاربع كلمات اللي انا هقولهم دلوقتي دول هم اللي بيدور حواليهم اليورينري انكونتيننس. هنتكلم عن حاجة اسمها الديتروزر ماسل، وعن حاجة اسمها اليوريثرال سفنكتر، وهنتكلم عن الماسكارينيك ريسبتور M3، وهنتكلم عن الألفا ريسبتور. الأربع كلمات دول هم دول خلاصة اللي احنا هنتحدث عليهم في أنواع اليورينري انكونتيننس كلها. نقولهم تاني: ديتروزر ماسل، يوريثرال سفنكتر، ماسكارينيك ريسبتور M3، and ألفا ريسبتور. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ احنا قلنا ببساطه اليورينري بلادر هي الستور بتاعت اليورين، وقلنا ان عندنا تو ستيجز، فيلنج ستيج وامتاينج ستيج. الفيلنج ستيج بتتكون ببساطه، لو احنا فهمناها كده من غير بقى علوم ولا طب ولا اي حاجه، هي المرحله اللي بتاخدها البلادر عشان تجمع البول، فيلنج ستيج، عمليه الامتلاء بالمول. وعشان يحصل الامتلاء ده لازم تبقى عضلات البلادر نفسها مرتخية، حصل فيها ريلاكسيشن عشان ما تطردش البول ده بره. احنا مش عايزين نطرد البول، احنا عايزين نجمعه الاول عشان لحد ما يوصل لفوليوم معين نبدأ نطرده، نعمل له اكسبيلنج، بس بعد ما يكون كون فوليوم معين. فلازم في المرحلة بتاعت الفيلينج ستيج يبقى عندي البلادر حصل له ريلاكسيشن، البلادر ماسل حصل لها ريلاكسيشن، وفي نفس الوقت المحبس اللي انا بقول عليه كده بالعاميه، المحبس اللي هو اليوريثرا اللي هو بيخرج منه البول اللي هو بيتحكم فيه ماسل اسمها السفنكتر ماسل، لازم تبقى مقفوله ومقفوله باحكام. ليه؟ عشان مش اللي انا بجمعه من هنا ينزل من هنا، يبقى مش هيحصل الفيلنج ستيج. يبقى ادي اول حاجتين استفدنا منهم، ان اول حاجه في الفيلنج ستيج لازم يبقى البلادر ماسل اللي هي اسمها الديتروزر ماسل، ادي اول كلمه استخدمناها هم الاربعه، الديتروزر ماسل دي الماسل اللي هي بتتحكم في البول في البلادر.
لما بيحصل ان البلادر ماسل دي يحصل لها سيميوليشن، بتبدأ تعمل اندفاع للبول وتطرده بره اليورينال بلادر. فاحنا هنا مش عايزينه خالص، احنا عايزين هنا العكس في الفيلينج ستيج، احنا عايزين العضلة دي تبقى مرتخية تماما عشان تسمح للبول ان هو يتكون في البلادر. الديتروزر ماسل حصل لها ريلاكسيشن. المحبس اللي هو السفنكتر، ادي تاني كلمة استخدمناها من الاربع كلمات، حصل لها ان هي لازم تبقى مقفولة، ومقفولة باحكام. المحبس لازم يبقى مقفول عشان مش اللي بنجمعه من هنا ينزل من هنا. يبقى في مرحلة الفينج ستيج الديتروزر ماسل حصل لها ريلاكسيشن، والسفنكتر حصل له كونتراكشن. اللي مسؤول عن الديتروزر ماسل انه يحصل له ستيميوليشن هو الام 3 الماسكارينيك ريسبتور. وبما ان هنا بيحصل ريلاكسيشن مش بيحصل ستيميوليشن، فهنا انا بلغي شغل الام 3 تمام، يعني مفيش هنا اي ستيميوليشن للماسكارينيك ريسبتور. وبما ان السفنكتر مقفوله ومقفوله باحكام زي ما احنا قلنا، يعني حصل لها كونتراكشن يعني حصل لها ستيميوليشن، يبقى لازم نعمل ستيميوليشن للالفا ماسل، للالفا ريسبتور سوري، لازم يحصل ستيميوليشن للالفا ريسبتور. الالفا ريسبتور لما بيحصل لها ستيميوليشن بيحصل كونتراكشن للسفنكتر ماسل. تمام كده خلصنا من الفيلنج ستيج. عكسها بقى عمليه الامتاينج ستيج، عمليه التفريغ، ان انا خلاص البول اتكون وعايز اطرده بره. ودي المرحله المؤقته اللي بتحدث في فترات متباعده طول اليوم وفتره قصيره جدا لا تتعدى الدقيقه. الامتاينج ستيج بيحصل فيه العكس، هنا انا لازم اخلي الديتروزر ماسل يحصل لها كونتراكشن، يعني لازم اعمل ستيميوليشن للماسكارينيك ريسبتور ام 3 عشان يندفع البول ويخرج بره. وفي نفس الوقت لازم اعمل ريلاكسيشن للسفنكتر ماسل عشان يسمح لي للبول ان هو يخرج منه عن طريق اليوريثرا الى خارج الجسم. يعني اعمل ريلاكسيشن للالفا ماسل، للالفا ريسبتور، يعني امنع الاستيميوليشن للالفا ريسبتور. يبقى على السريع نقول تاني ايه الفرق بين الفيلنج ستيج والامتاينج ستيج. فيلنج ستيج دي مرحلة الامتلاء بالبول، مرحلة ان اليورينال بلادر تبدأ تخزن البول، فلازم الديتروزر ماسل يحصل لها ريلاكسيشن يعني امنع اي ستيميوليشن للماسكارينيك ريسبتور، ولازم السفنكتر يحصل له كونتراكشن فلازم اعمل ستيميوليشن للالفا ريسبتور. وفي حته صغنطوطه هنا، ان بجانب ان انا بعمل ريلاكسيشن للديتروزر ماسل وقلنا ان لازم امنع اي ماسكارينيك ريسبتور ان هو يشتغل، في نفس الوقت لازم اعمل ستيميوليشن لحاجه اسمها بي 3 ريسبتور، بي او بيتا 3 ريسبتور اللي موجوده في اليورينر بلادر. دي لما يحصل لها ستيميوليشن بتساعد اكتر على الريلاكسيشن بتاع الديتروزر ماسل، يعني هي شغلها عكس شغل الام 3. مرحله الامتاينج ستيج انا محتاج فيها ان الديتروزر ماسل يحصل لها ستيميوليشن عشان البول يخرج، يعني اعمل ستيميوليشن للام 3 ريسبتور. ومحتاج السفنكتر يحصل له ريلاكسيشن يعني اعمل عدم استيميوليشن للالفا ريسبتور، ما جابش اي حاجه تحفزه عشان يفضل السفنكتر مفتوح والبول يخرج منه. تمام كده انا بتكلم على الفسيولوجيه الطبيعيه لاي انسان طبيعي في عمليه الماتوريشن او عمليه التبول. ده الانسان الطبيعي، احنا لسه لحد دلوقتي ما دخلناش في ايه هو اليورينر انكونتيننس اللي هي الحاجه حالات الديسوردرز اللي بتحدث في اليورينر بلادر وبسببها الشخص كبير السن بيعاني من مشاكل في التبول او ما يقال عليها سلس البول. نسبه يعني البريفالنس بتاع اليورينر انكونتيننس بيحدث اكتر في الوومن بنسبه 37% 37%، بيحدث في المن بنسبه 17% 17% بس، يعني نسبه حدوثه في المراه اكثر من الرجل. طبعا كبار السن elderly woman elderly men. عندنا انواع اليورينري انكونتيننس ببساطه نقدر نقول عليهم خمس انواع، كل نوع فيهم زي ما قلنا لازم نركز فيه كويس قوي عشان في انواع منهم مناقضه للتانيه تماما، العلاج هنا سبب هنا والسبب هنا علاج هنا، فلازم ناخد بالنا من الحته دي قوي.
الاربع او الخمس انواع بتوع اليورينري انكونتيننس، اول واحد فيهم حاجه اسمها الارج اور اوفر اكتيف بلادر. ارج اور اوفر اكتيف بلادر، هنقولهم كده على السريع الاول وبعد كده هنفصل كل واحد فيهم. يبقى فيرست اول نوع ارج اور اوفر اكتيف بلادر، التاني ستريس يورينري انكونتيننس، التالت ميكسد يورينري انكونتيننس، الرابع overflow urinary incontinence، والخامس functional urinary incontinence. ايه هما الخمس انواع دول وايه الفرق بينهم وايه سبب وعلاج كل واحد فيهم؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. اولا واول نوع والاكثر شيوعا في ال elderly هو ال urge or overactive incontinence. من اسمه ارج معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده بيحتاج ان هو يدخل الحمام كتير، وللاسف نسبة البول اللي بتخرج في كل مرة قليلة، او نقدر نقول عليها مودريت، يعني نسبة متوسطة. وبالرغم من كده الانسان بيبقى حاسس ان هو عايز يدخل الحمام تاني، ده هو الارج اور اوفر اكت بلادر. يبقى هو ايه؟ loss of moderate amount of urine with an increased need to void. يعني ايه؟ يعني هو في كمية بس هي اللي بتطلع من اليورين، كمية متوسطة مش الكمية الطبيعية اللي احنا عارفينها، وبجانب كمان ان بيحصل increased need to void، بيبقى عنده احتياج كل فترة قريبة جدا ان هو عايز يدخل الحمام تاني، ان هو عايز يفرغ نسبة بول تاني. ال urge or overactive bladder ده ليه اسباب. الاسباب احنا لو فهمنا الفسيولوجيه اللي انا قلتها من شويه في الدقيقتين اللي فاتوا دول هنعرف على طول الاسباب. تعال نقولها كده من غير ما ندخل في السبب دلوقتي. احنا قلنا urge، urge يعني واحد محتاج كل شويه يدخل الحمام. يبقى البلادر شغاله بتاعته ازاي؟ يبقى اكيد الديتروزر ماسل دي كل شويه حصل لها اوفر ستيميوليشن، يعني متحفزه اكتر من اللازم، فبيحصل انقباضات للديتروزر ماسل، فبالتالي الشخص بيحتاج ان هو عايز يدخل الحمام كل فترة، وكل فترة صغيرة كمان. وفي نفس الوقت الاسفنكتر يعتبر ما فيهوش مشكلة، يعني هو المشكلة كلها دلوقتي في الديتروزر ماسل، ان هي حصل لها اوفر ستيميوليشن، ان هي حصل لها ستيميوليشن اكتر من اللازم، فعاملة عملية الارج دي ان الشخص عايز يدخل الحمام كل شوية. احنا قلنا الديتروزر ماسل بيحصل لها كونتراكشن ازاي؟ عن طريق الماسكارينيك ريسبتور ستيميوليشن، يعني عن طريق الام 3 ريسبتور ستيميوليشن. يعني اي حاجه كولينرجيك ليها كولينرجيك اكشن اكيد هتزود لي الموضوع ده اكتر وهتخليه اكثر سوءا. تمام كده؟ مين هم اللي ليهم الكولينرجيك ايجنتس؟ لو فاكرين في الفارما كان عندنا مادة اسمها البيثانيكول. البيثانيكول دي كولينرجيك، ليها كولينرجيك اكشن. واكيد اكيد اكيد الكولينستريز انهابيتورز. الكولينستريز انهابيتورز اللي احنا عارفينهم اللي هم البايريدوستاجمين والفايسوستاجمين والنيوستاجمين والحاجات دي، دي حاجات بتمنع انزيم الكولينستريز ان هو يشتغل. والكولينستريز ده الانزيم ده بيكسر شغل الاسيتايل كولين، فلما انا بمنعه فكده انا بزود نسبه الاسيتايل كولين، وبالتالي بزود نسبه الماسكارينيك ريسبتور اللي هو جزء من اجزاء الاسيتايل كولين، وبالتالي بزود الاستيميوليشن بتاع الديتروزر ماسل، وبالتالي بعمل وبزود اكتر شغل الارج انكونتيننس. يبقى كده فهمنا، من فهمنا الاولاني كده فهمنا الاول نوع من انواع اليورينري انكونتيننس وهو الارج بلادر، في ارج اوفر اكتيف urinary incontinence بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان حصل over stimulation للديتروزر ماسل. طب ده بيحصل ليه؟ بيحصل ان الشخص ممكن يكون عنده مشاكل psychological، او عنده حصل مثلا injury، او حصل trauma في البرين، او حصل stroke، اي حاجه في السي ان اس ممكن تاثر تاثير directly or indirectly على الديتروزر ماسل ان يحصل لها over stimulation. ده السبب الاكثر شيوعا لحدوث الـ overactive أو الـ urge
incontinence. كده احنا عرفنا الاسباب. يبقى اي حاجه كولينرجيك اكشن، اي دواء في الدنيا ليه كولينرجيك ايجنتس، اكيد هيأثر بالسلب على الارج انكونتيننس. طب العلاج اكيد كده بالفكاكه، يعني العلاج هيبقى العكس. يبقى انا عايز استخدم انتي كولينرجيك اكشن. من اوائل الدراجز اللي بتستخدم في الارج انكونتيننس وليها انتي كولينرجيك اكشن محترم وموجودين بكميات كبيرة في الصيدليات، هو الأوكسيبيوتينين والتولتيرودين. اللي هو الأوكسيبيوتينين لو فاكرينه موجود في دواء اسمه الأوكسيبرال عندنا في مصر يعني. فالأوكسيبيوتينين والتولتيرودين دول ليهم أنتي ماسكارينيك أنتي كولينرجيك أكشن، فهيعملوا إيه؟ هيهدوا شوية من شغل الديتروزر ماسل، وبالتالي هيهدوا من حدوث الأرج إنكونتيننس. بس نخلي بالنا كويس قوي ان الاوكسيبيوتينين عشان ليه انتي كولينرجيك ايجنتس، لو احنا قرينا في الجيرياتريكس هنلاقي في اول كلمتين في الشابتر قايل كده شويه ادويه لازم نستخدمهم ويز كوشن مع الالدرلي عشان ليهم انتي كولينرجيك اكشن، والانتي كولينرجيكس دول ما بيستخدموش الا للشديد القوي مع الناس كبار السن. فبالتالي الاوكسيبيوتينين يعتبر يعني مش مفضل قوي في استخدامه عشان هو ليه انتيكولينرجيك اكشن كبيره شويه في حدوث الانتيكولينرجيك اكشن اللي ممكن تضر الشخص الالدرلي بيشنت. من الادويه التانية الانتيكولينرجيك اللي بتستخدم في علاج الارج انكونتيننس زي ما قلنا الاوكسيبيوتينين، تولتيرودين، فيسوتيرودين، وحاجه اسمها تروسبيوم، ده دواء لسه جديد وغالي، وفي حاجة اسمها سوليفيناسين وداريفيناسين. تمام، دي أدوية كلها تعتبر ليها أنتي كولينرجيك ايجنتس أنتي ماسكارينيك بتستخدم لمانجمنت اوف ارج انكونتيننس. طبعا من الادفيرس افكتس بتاعتهم المشهورة جدا اللي كلنا عارفينها زيهم زي أي أنتي كولينرجيك ايجنت، اللي هي الدراي ماوث والكونستيبيشن والدازلنس والبلورد فيجن والكونفيوجن والتاكي كارديا والماسل ويكنس. تاني كلاس بيستخدم في علاج الارج انكونتيننس هو التراي سايكليك انتي ديبريسنت، وطبعا هنا ده بيستخدم بسبب الادفيرس افكت بتاعته ان هو اصلا ليه انتي كولينرجيك اكشن. هو انتي ديبريسنت بس ليه انتي كولينرجيك اكشن، ممكن نستخدمها ونلجا لها هنا في علاج الارج انكونتيننس، ولكن برضه نوت بريفيرد في حاله الالدرلي بيشنتس عشان الانتي كولينرجيك اكشن بتاعه. الكلاس الثالث لو انتوا فاكرين انا قلت في نص كلامي كده في الاول ان بجانب عشان اعمل ريلاكسيشن في حاله الفيلنج ستيج اعمل ريلاكسيشن للديتروزر ماسل عن طريق ان انا امنع اي كولينرجيك ايجنت ان هو ياثر عليها عشان ما يحصلش ماسكارينك ستيميوليشن، لازم في نفس الوقت ادي حاجه تكون بي 3 اجونست، حاجه تعمل ستيميوليشن للبي 3 للبيتا 3 عشان يحصل ريلاكسيشن للمصل. وانا هنا محتاج الريلاكسيشن دي ومحتاج ستيميوليشن للبيتا 3، ومن الادويه اللي بتستخدم كبيتا 3 اجونست ومش مشهوره قوي في شغلنا الصيدلاني الاكلينيكي حاجه اسمها الميرابيجرون. ميرابيجرون، الميرابيجرون ده نوع ليه بيتا 3 اجونست وبيستخدم المفروض ان هو بيستخدم في حاله الارج انكونتيننس. طب كده احنا عندنا مشكله ان دايما اليورينري انكونتيننس من الحاله دي بتحدث في الاردرلي بيشنز، وللاسف العلاج بتاعه لازم يبقى انتي كولينرجيك اكشن، والانتي كولينرجيك غير مفضل استخدامه في الاردرلي بيشنز. اعمل ايه؟ هو زي ما احنا قلنا وللاسف ان هو فعلا العلاج الوحيد ليه لازم يكون ليه انتي كولينرجيك اكشن، سواء كان انتي كولينرجيك دايركتلي زي الاوكسيبيوتينين والتولتريدين، او حاجه كدايركت كاندايركت اكشن زي الترايسايكليك انتي ديبريسنت، او حاجه مضاده للعكس زي البيتا 3 اجونست، وده للاسف مش مستخدم، فمش قدامنا غير انتي كولينرجيك اكشن. ففي الحالات اللي زي كده احنا بنقول لو الارج انكونتيننس دي فعلا مش لاقي لها حل، يبقى هنضطر ان احنا نستخدم الانتي كولينرجيك اكشن ويز كوشن، ونحط بيت خط تحت كلمه ويز كوشن للارلي بيشنتس عشان لازم نعالج الحاله دي، لان بتبقى فعلا حاله بتخلي المريض نفسه يعني في حاله سيئه جدا، حاله نفسيه وحشه.
فلازم نحاول نعمل له مانجمنت بأقصى سرعة بالدراجز اللي احنا قلناها. ده كان ببساطة النوع الأول من أنواع اليورينري انكونتيننس، وهو الأرج أو الأوفر أكتيف بلادر، أوفر أكتيف يورينري انكونتيننس. النوع الثاني اسمه ستريس يورينري انكونتيننس، من اسمه برضه ستريس، يعني في حاجة بتضغط وهي اللي بتخلي البول يخرج بالطريقة دي. دايما 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 الستريس ده بيحدث في كبار السن، خاصة البوست مينوبوزال بالنسبة للوومن، وكمان الناس اللي عاملين بروستاتكتومي بالنسبة للمن، الناس اللي شايلين البروستيت في المن. بيحدث ليه في البوست مينوبوزال بالذات؟ عشان دول بيتميزوا او بيبقى عيب من عيوبهم ان هو عندهم استروجين ديفيشنسي، بيبقى عندهم نسبة الاستروجين طبعا قلت شوية. فالمشكلة في الستريس انكونتيننس ان هنا مش المشكلة في البلادر خالص، يعني احنا قلنا في الارج انكونتيننس المشكلة في البلادر، ان الديتروزال ماسل شغالة اكتر من اللازم فبتعمل عملية الارج اللي بيحس بيها المريض دي. لكن في الستريس انكونتيننس هنا الموضوع مختلف تماما، هنا المشكله في المحبس، المشكله في السفنكتر. وعشان نتكلم على السفنكتر عايزين نقول كلمتين بسط، ان انا عندي تو ماسلز في السفنكتر في اليوريثرا. اليوريثرا دي فيها تو ماسلز، حاجه اسمها انترنال سفنكتر وحاجه اسمها اكسترنال سفنكتر. الانترنال سفنكتر ده اللي هو يعتبر اخر حاجه في الديتروزر ماسل من تحت، الجانكشن بين الديتروزر ماسل واليوريثرا، او بين البلادر واليوريثرا، حاجه اسمها الانترنال سفنكتر. ودي بما ان الديتروزر ماسل يعتبر انفولانتري موفمنت، يعني حركاته لا اراديه ما بنقدرش نتحكم فيها، كمان الانترنال سفنكتر يعتبر انفولانتري موفمنت. النوع الثاني هو الاكسترنال سفنكتر، ده اللي هو بيبقى من بره، ده المحبس بقى اللي انا بقول عليه، ده اللي هو يعتبر voluntary movement، بقدر اتحكم فيه، واحنا فعلا بنقدر نتحكم فيه لما بنعوز، لما واحد مثلا خلاص على اخره بس عايز مثلا يفضل شويه لحد مثلا ما يوصل للحمام. فالعضله دي اللي انا بتحكم فيها هي السفنكتر، الاكسترنال سفنكتر الموجوده من بره في اخر اليوريثرا، وهي دي اللي ليها voluntary movement. فعندنا في الشخص او الواحده، لان ده بيحدث اكثر في النساء، الواحدة اللي بيبقى عندها stress urinary incontinence بسبب ال post menopausal اللي عندها، ان ال estrogen deficiency قل، وبالتالي ال sphincter بتاعها ما بقاش بيقفل كويس، او ما بقتش تتحكم في العضلة دي كويس، فبالتالي ممكن من شوية coughing بسيطة او شوية sneezing بسيطة، يعني شوية عطسة او شوية كحة، تلاقي على طول القطرات من البول نزلت منها من غير طبعا ما تتحكم فيه. كده انا خلاص عرفت بقى ان السبب هو الاسفنكتر، مش معمول له كونتراكشن كويس، يعني معمول له نسبة ريلاكسيشن غصب عني. واحنا عارفين زي ما قلنا في الاول برضو ان الاسفنكتر اللي بيتحكم فيه هو الالفا ريسبتور، لما يحصل لها ستيميوليشن للالفا ريسبتور الاسفنكتر بيقفل كويس، لما يحصل عدم ستيميوليشن للالفا ريسبتور الاسفنكتر بيحصل له ريلاكسيشن. بما ان هنا السفنكتر معمول له ريلاكسيشن، يعني الالفا ريسبتور مش شغال كويس، يبقى برضه بالتفكير البسيط كده ايه السبب اللي ممكن يزود لي الستريس انكونتيننس او ممكن يسببه لي؟ الالفا بلوكر، الفا بلوكر حاجه تقفل شغل الالفا، وبالتالي بتخلي الالفا ما يحصلوش ستيميوليشن، وبالتالي بيحصل ريلاكسيشن للسفنكتر. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ بمجرد فهم الكلمتين الاولانيين اللي انا قلتهم في الاول بجد هتعرف تدوس في اي نوع من الخمس انواع اللي انا قلتهم ببساطه. يبقى هنا المشكله ان السفنكتر ما حصلوش كونتراكشن كويس بسبب ان في حاجه قافله الالفا، يعني الفا بلوكر، خاصه البرازوسين. البرازوسين واخواته، في عندنا الدوكسازوسين، وفي عندنا الالفيوزوسين، وفي عندنا التامسيولوسين، في عندنا السيلودوسين، كل دول اسمهم الفا بلوكرز. وعشان انا قلت لكم في الاول نخلوا بالنا، لان في حته مهمه جدا هنا لازم ناخد بالنا منها، هنعرف بعد كده في النوع الثالث اللي هو الاوفر فلو يورينري انكونتيننس، انه بيبقى دايما بسبب البيناين بروستاتيك هايبربليجيا،
ان حصل تضخم في البروستيت، وده درس تاني هناخده بعد شويه في الجيرياتريكس. فالبناين بروستاتيك هايبر بليجيا بنعالجه بالالفا بلوكر. فلو الطبيب ما خدش باله كويس الدايجنوزس اللي عندي هي ايه، ولخبط وخبط بين البناين البي بي اتش البناين بروستاتيك هايبر بليجيا وبين النوع ده اللي هو ستريس يورينري انكونتيننس، هتحصل مشاكل كتير، لان البي بي اتش بيتعالج بالالفا بلوكر والستريس يورينري انكونتيننس بيزداد سوءا بالالفا بلوكر. فعشان كده قلنا لازم نركز قوي في انواع اليورينري انكونتيننس، لان في حاجات بجد شبه بعض لكن هي مختلفة تماما عن بعض. فهنا الالفا بلوكر بيسبب حدوث ويزيد من حدوث ايه الستريس انكونتيننس. فكده برضو عرفنا العلاج، هنقدر من السبب ومن الشرح اللي انا قلته نعرف العلاج. العلاج حاجة من 4 حاجات. اول حاجة فيهم احنا قلنا ايه، احنا قلنا من الاسباب الاساسية لحدوث الستريس انكونتيننس في الومن هو موضوع الاستروجين ديفيشنسي بسبب مرحلة البوست مينوبوز. يبقى اول حاجة هفكر فيها هي عملية التوبيكال استروجينز. لو احنا خدنا تشابتر المين اند وومن هناخده بعد شوية ان شاء الله، هنعرف ان في حاجة اسمها توبيكال استروجينز، عبارة عن فاجينال رينج او عن كريمز معينة بتستخدم بتمدني او بتمد المرأة بالاستروجين في حالة البوست مينوبوز عشان تعوضها عن نسبة الاستروجين اللي حصل لها ديفيشنسي فيها. ودي بنستخدمها لما برضو في حالة البوست مينوبوز لما بيحصل فاجينال ديستروفي او في عملية السكشوال انتركورس بتحصل معاناة شوية، فبنضطر نلجأ للحالة دي عشان تعوض لي نسبة الاستروجين اللي انا عايزها. فمن الحاجات اللي بفكر فيها في عملية الستريس انكونتيننس عشان تعوض لي الاستروجين المفقود في البوست من ان انا بدي توبيكال استروجينز. طيب ايه تاني حاجة ممكن استخدمها؟ الالفا ادرينرجيك اجونست، ده طبيعي، ما احنا قلنا من الحاجات اللي بتسبب الالفا بلوكر، فانا عايز حاجه تعمل كونتراكشن للسفنكتر وتقفله، فبحتاج الالفا ادرينرجيك اجونست. زي مين؟ كلنا عارفينهم، زي السودو افيدرين والفينايل افرين. للاسف للاسف التوبيكال استروجينز والالفا ادرينرجيك اجونست الاثنين دول الافكاسي بتاعتهم في علاج الستريس انكونتيننس بيبقوا مش للدرجة اللي ممكن نعتمد عليهم لوحده. طيب ايه العلاج الثالث واللي هو فعلا بيستخدم كفيرست لاين هنا؟ الديولوكسيتين. الديولوكسيتين ده نوع من انواع الانتي ديبريسنس، خاصة السيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهابيتور انتي ديبريسنت، ده الميكانيزم بتاعه سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهابيتور، نوع من انواع الكلاسز بتاعه الانتي ديبريسنتس بتستخدم في علاج الانتي ديبريسنتس. الديولوكسيتين بيستخدم كفيرست لاين هنا في علاج الستريس انكونتيننس. هو نوت اف دي اي ابروفد، ولكن زي ما قلنا بيستخدم كفيرست لاين. طيب احنا هنا ليه بنستخدم الديولوكسيتين؟ النيولوكسيتين احنا قلنا من الميكانيزم بتاعه ان هو سيروتونين نورابينفرين ري ابتيك انهبيتور، يعني بيمنع عمليه الري ابتيك بتاعه السيروتونين. ومين قول لي كده؟ نور ابينفرين، وهو ده اللي انا عايزه هنا. النور ابينفرين ده ايه؟ مش ده الفا اجونست؟ طب وانا عايز هنا ايه؟ مش انا عايز هنا الفا اجونست؟ والديولوكسيتين بيعمل ايه؟ بيزود لي الالفا اجونست في الجسم عن طريق ان هو بيمنع النورابينفرين ان هو يرجع للستورز بتاعته تانية مرة تاني. يعني هو اي نوع من انواع النيورو ترانسميترز في الجسم بيبقى ليها فترة معينة بتقضيها في الجسم وبترجع للستورز بتاعتها تاني عشان لما نحتاجها تاني تطلع، اللي هي السيروتونين النورابينفرين والدوبامين والكلام ده. من خصائص الدبريشن الشخص اللي عنده ديبريشن ان هو بيحدث فيه ان المواد دي كلها بيحدث فيها ديفيشنسي، فانا بديهم ادويه بتمد الجسم باطول فتره ممكنه من النيورو ترانسميترز دي، فبدي ادويه تمنع الري ابتيك بتاع النيورو ترانسميترز دي ان هي ترجع للمخازن بتاعتها تاني وتفضل شغاله في الجسم اطول فتره ممكنه. عشان كده قلنا من احد العلاج هو الديولوكسيتين سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتور، وفي كمان عائلة ال SSRI اللي هي Selective Serotonin Reuptake Inhibitor، وفي حاجات تانية.
فالسيروتون النورابينفرين الاوبتيك انهبيتور اللي هو الديولكستين هيمنع النورابينفرين ان هو يخش تاني في المخازن بتاعته، يعني هيفضل فتره اطول في الجسم، يعني هيديني نسبه الفا اجونست اكتر، وهو ده اللي انا محتاجه هنا. عشان كده بنستخدم الديولكستين كفيرست لاين. ايه الحاجه الرابعه اللي انا بلجأ لها في الاخر؟ وخلي بالك في الاخر ذا ليست تشويس، لو كل الحاجات التانية ما نفعتش، هي السيرجري. ان انا بعمل زي سبورت كده للبلادر نيك، ان انا بحاول اظبط السفنكتر واخليه يرجع تاني يعود للكونتراكشن المظبوطه بتاعته اللي كان عليها قبل كده. عمليه سيرجري بتتعمل في الاخر خالص لما نضطر ليها، لما تبقى كل الادويه مش نافعه ومش مدياني اي افكت. ده النوع التاني هو الستريس انكونتيننس. النوع التالت اللي هو اسمه ميكسد يورينري انكونتيننس، وده بيبقى اسمه ميكسد برضو من اسمه، يعني بيبقى خليط من نوعين من الانكونتيننس، وغالبا غالبا بيبقوا الستريس انكونتيننس والارج او الاوفر اكتيف انكونتيننس. ده بنعالجه ازاي؟ بنركز على السيمتومز اللي حصلانه بسبب انهي نوع منهم، وبنحاول نعالجه من الانواع اللي احنا قلناها. طيب النوع الرابع معانا وهو الاوفر فلو انكونتيننس. الاوفر فلو انكونتيننس هنا المشكله في حاجه من الاثنين، يا اما البلادر يا اما السفنكتر، ودي اول نوع نقدر نقول فيه ان المشكله ممكن تكون في حاجه من الاثنين مش في حاجه واحده. اوفر فلو معناها ان في نسبه بول كتيره متجمعه في البلادر ومش عارفين نطلعها، يبقى خلي بالك عشان ممكن الناس تتلخبط بين دي وبين الاول نوع وهو الاوفر اكتيف او الارج انكونتيننس. في الاوفر اكتيف كان كل شويه بضطر ادخل الحمام وفي كل شويه بنزل يورينيشن، لكن هنا انا ببقى حاسس ان انا عايز ادخل الحمام لكن مش بنزل حاجه، ولو بنزل كميات قليله، لكن اللي موجود في البلادر كتير، اللي محبوس جوه كتير. لكن في الارج كونتيننس الاولاني ما كانش بيبقى محبوس حاجه، هو كل ما بيتجمع شويه بول بينزلوا على طول، بضطر انزلهم على طول. المصل حصل لها اوفر ستيميوليشن، لكن هنا المصل حصل لها كسل، الدتروزر مصل حصل لها كسل، مش شغاله كويس، بالتالي مش عارفه تدفع البول كويس لبره، بالتالي البول يفضل متجمع في البلادر وما بيطلعش منه الا كميات قليله جدا جدا جدا. خلاص كده عرفنا الفرق بينهم. طيب يبقى الاوفر فلو نسبة اليورينيشن موجودة جوه البلادر ما بتطلعش بسبب ان حصل كسل في الديتروزر ماسل مش شغالة كويس، او السبب التاني ان السفنكتر حصل له كونتراكشن لفترة طويلة ومش عارفين نعمل له ريلاكسيشن، فبالتالي برضو اليورينيشن هيفضل محبوس جوه اليورين، هيفضل محبوس جوه البلادر، فبالتالي هتبقى الاسباب اللي بتعمل كده اي انتي كولينرجيك ايجنت، اي حاجه هتساعد على ارتخاء الدتروزر ماسل اكتر من اللازم، اللي هي الانتي كولينرجيك ايجنت زي اللي احنا قلناهم قبل كده، الاوكسيبيوتينين او التولتيرودين، اللي هم كانوا بيستخدموا اصلا كعلاج في حاجه تانية لو انتوا فاكرين. عشان كده احنا قلنا ايه، ان ممكن الحاجه اللي تبقى كوز في مكان ممكن تبقى علاج في مكان تاني والعكس صحيح. فهنا الانتيكولينرجيك هو اللي ممكن يزود عملية الاوفر فلو انكونتيننس. الكالسيوم شانل بلوكرز ممكن تزود، الاوبيويدز بانواعها كل ده ممكن يزود الاوفر فلو عن طريق ان هو بيقلل الديتروزر ماسل كونتراكشن. طبيعي هتبقى العلاجات بتاعتنا عبارة عن اول حاجه هنفكر فيها اللي هو كان كوز في الاوفر اكتيف، هيبقى تريتمنت هنا في الاوفر فلو، وهو الكولينرجيك ايجنتس اللي هم الكولينومايميتكس زي البيثانيكول. تمام، ما انا عايز حاجه بقى تعمل ستيميوليشن للديتروزر ماسل عشان تقدر تطلع لي البول بالكميه الكافيه بره الجسم. فاكيد اول حاجه هدور عليها هي البيثانيكول كولينومايميتكس. طيب لو الحالة مش المشكلة في المثانة، يعني دي لو كانت المشكلة في المثانة بستخدم خلاص حاجة تعمل ستيميوليشن للديتروزر ماسل زي البيثانيكول،
لكن لو المشكلة ان حصل outlet obstruction، وده بيحصل بنسبة كبيرة بسبب ان الشخص عنده بي بي اتش، عنده benign prostatic hyperplasia، عنده بروستيت ضغطة على اليوريثرا. ما احنا عارفين ان في الهيستولوجي بتاعنا وفي الاناتومي الشكل التشريحي بتاع الجسم ان البروستيت تعتبر في اخر منطقة في behind اليوريثرا، يعني في اليوريثرا من ورا كده في الفصوص المكونة للبروستيت اللي هي لما هتتضخم اكيد هتضغط على الاوتلت ابستراكت، على الاوتلت بتاع اليوريثرا اللي هو السفنكتر بتاعه، فتخليه كونتراكت اكتر من اللازم حتى لو حصل اي امتاينج ستيج. فبالتالي انا عايز حاجة تقلل من شغل السفنكتر المقفول، حاجة تقلل شغله. يعني انا عايز حاجة الفا بلوكر. مين الالفا بلوكرز اللي بيستخدموا؟ اللي لسه قلناهم من شوية، الالفيوزوسين، سيلودوسين، تامسولوسين، دوكسازوسين، ترازوسين، برازوسين. تمام. بما ان المشكلة ممكن تبقى هي البي بي اتش وهي المسبب الرئيسي للاوفر فلو، ودايما تعرفوها كده ان مريض البي بي اتش دايما بيحصل له اوفر فلو انكونتيننس، دايما الحالتين مصاحبين لبعض. فعشان هنعرف بعد شوية في البي بي اتش اني بستخدم الالفا بلوكر وبستخدم معاه اد اون ثيرابي او ادجنكتيف ثيرابي زي الفيناسترايد او الديوتاسترايد كحاجة اسمها الفا ريدكتيز انهبيتور. هنعرف بعد شوية الميكانيزم ان البي بي اتش دي بتحصل ازاي، ومين هو الالفا ريدكتيز انزيم، وليه بستخدم الالفا ريدكتيز انهبيتور وبستخدمه امتى. كل ده ان شاء الله هنعرفه في البي بي اتش. فهنا لازم نعرف ان بما ان الاوفر فلو اكيد مصاحب للبي بي اتش، فاكيد هستخدم اد اون ثيرابي زي الفايف الفا ريدكتيز انهبيتور، الفيناسترايد والديوتاسترايد. كمان ممكن استخدم الفوسفودايستريز 5 انهبيتورز زي العائلات التادالافيل والسالدنافيل والفاردنافيل، لان من خصائصها ان هي بتعمل برضو ريلاكسيشن للسموث ماسل بتاع اليوريثرا. ده كان النوع الرابع وهو الاوفر فلو انكونتيننس. النوع الاخير الفانكشنال انكونتيننس، ومن اسمه يبقى الشخص ده كبير في السن، بيبقى ان موبايل مش عارف يتحرك بسبب بقى ان هو عنده مثلا ستروك، عنده اي مشاكل عصبية، عنده مشاكل في العظام، ايا كان ايه المشكلة ان هو مش بيتحرك وما بيقدرش يتحرك بنفسه. فبالتالي مرحلة تنقله من المكان اللي هو فيه للباثروم، المكان اللي التايلت اللي هيقدر يؤدي فيه الماتيوريشن، هياخد فترة كبيرة منه. فبالتالي في هنا حاجة اسمها اوبستكلز. اوبستكلز ده يعني عوائق بتقف قدام الشخص ان هو يصل للباثروم بسرعة. وبالتالي الحاجات دي ممكن تؤدي مع طول الوقت ومع تكرارها الى حدوث نوع من انواع اليورينال انكونتيننس، تبقى سببها الاساسي هي عملية الام اموبيليتي اللي الشخص فيها ان هو مش عارف يتحرك وفي اوبستكلز واقفة قدامه وشايلاه ومش قادرة تخليه يتحرك من المكان ده. عشان كده سميناها functional urinary incontinence، يعني حاجات وظيفية بسبب مشكلة وظيفية عنده في حالته المرضية. يبقى أكيد من ال drugs اللي ممكن تبقى causes لل functional incontinence أي حاجة sedatives أو hypnotics أو diuretics، لأن الحاجات دي هتزود عملية الماكتوريشن وهو أصلا بياخد وقت على ما يوصل للباثروم، سواء بقى بمساعدة شخص تاني أو بمساعدة الويل تشير اللي هو الكرسي المتحرك اللي هو شغال عليه. فعلى ما يوصل للمكان فأكيد أي حاجة هتنيل الدنيا أكتر زي السادتيفز والهيبنوتكس، لأن الحاجات دي بتساعد على ارتخاء العضلات ومنهم ارتخاء عضلة السفنكتور، فبالتالي ممكن تؤدي إلى حدوث الماكتوريشن وما يقدرش يتحكم فيه. وكمان الدايوريتكس لأنها تزود أصلا كمية اليورين نفسها، فهتضغط على البلادر وتخلي الديتروزر ماسل يدفع اليورين لبره، وكل الحاجات دي طبعا اكيد حاجات هتزود لي الفانكشنال يورينري انكونتيننس. طب ايه هو التريتمنت للحاله دي؟ اكيد ان انا احاول اشيل اي عوائق او حاجات ممكن توقف الشخص ده ان هو يصل باقصى سرعه للباثروم اول ما يحس بعمليه الماكتوريشن. ده يعتبر هو التريتمنت البسيط جدا اللي ممكن استخدمه في الحاله دي. كده انا يعتبر خلصت اليورينال انكونتيننس. شايفين الموضوع جميل ازاي؟ هو بس محتاج
ان انا تكونوا بس فهمتوا اول دقيقتين انا قلتهم. والله لو فهمتهم كويس بجد هتلاقوا الموضوع بعد كده سهل جدا، وان شاء الله يعني يكون الموضوع وصل تمام. باقي بس ان انا اقول ان في حاجات بنستخدمها اسمها pelvic floor exercise. ده exercise بيستخدمه elderly patients عشان يعملوا تمارين للعضلات الإرادية اللي موجودة في جسمهم، اللي احنا قلنا منهم عضلة ال external sphincter الموجودة في اليوريثرا، اللي هم دلوقتي بيسموها مجازا الكيجل muscles، نسبة إلى الكيجل exercise اللي هو التمرين نفسه، إن الشخص يعمل relaxation و contraction لعملية اليوريثرا عشان يعود العضلة دي على إنها تبقى voluntary تحت تصرفه هو، مش حاجة كده بمزاجها تطلع البول بمزاجها وتقفل بمزاجها، لا تبقى الحاجة إرادية، فبتحتاج إن هي تعمل شوية جاو، والأطباء بينصحوهم إلى الكيجل اكسرسايزز دي، واتسمت كده نسبة إلى العالم اللي اكتشفها أو العالم أول واحد فكر فيها، وهو اسمه أرنولد كيجل، أول واحد فكر في عملية الكيجل اكسرسايزز اللي هي ليها مسمى تاني بلفيك فلور exercises. دي من الحاجات النون فارماكولوجيك اللي ممكن نستخدمها كعلاج لأي نوع من أنواع اليورينري انكونتيننس. ناقص حاجة أخيرة نقولها، إن الفيلنج ستيج بتشتغل عن طريق إن أنا بعمل ريلاكسيشن للديتروزر ماسل عن طريق البيتا 3 ريسبتور، فبالتالي الحالة دي يبقى الفيلنج ستيج الحالة المهيمنة عليها هي الحالة السيمباثيتك. وعرفنا في الامتاينج ستيج ان انا بحتاج اعمل كونتراكشن للديتروزر ماسل واعمل ريلاكسيشن للسفنكتر ماسل عن طريق ان انا اعمل اكتيفيشن للماسكارينيك ريسبتور واعمل نون ستيميوليشن للالفا ريسبتور، فبالتالي يبقى الامباساتيك. الريسك فاكتورز لليورين تراكت انفكشن عموما، الحاجات اللي ممكن تزود لي عمليه سوري عمليه اليورينري انكونتيننس، الريسك فاكتورز ليها اتجمعت في كلمه جميله اسمها الدايفرس، دايفرز اللي هي الحفاضات، ودي حاجة طبعا مش هننساها أبدا لأنها متعلقة بالدرس بتاعنا وهو عملية اليورينري انكونتيننس. دايفرز الحروف بتاعتها كل حاجة فيها بتدل على ريسك فاكتور ممكن يسبب اليورينري انكونتيننس. أول حاجة دي ديلاريوم، تاني حاجة الأي الانفكشن اللي هي يورينري تراكت انفكشن، تالت حاجة البي اللي سوري الايه الاول اللي هي الاتروفيك فاجينايتس او يوريثرايتس، يعني حصل فاجينال ديستروفي اللي بتحصل في البوست مينوبوز زي ما قلنا، اتروفيك فاجينايتس او يوريثرايتس. بعد كده البي اللي هي السايكاتريك ديسوردرز، بعد كده الاي اللي هي الاكسسيف يورين اوت بوت بسبب ان انا استخدمت دايوريتكس كتيره، بعد كده الار ريستريكتد موباليتي الشخص اللي ما بيتحركش، بعد كده اخر حاجه للاس وهي الستول امباكشن، يعني حاجه حاجزه الستول ان هو يخرج اللي هو لما بتحدث في حالات الكونستيبيشن، فبالتالي ممكن الكونستيبيشن نفسه يبقى سبب في حدوث اليورينري انكونتيننس. ده كان موضوع اليورينري انكونتيننس ببساطه، يا رب اكون عرفت اوصل المعلومه، ولو في اي استفسار عن اي حاجه انا موجود تحت امركم في اي وقت، وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.